مرضها الصدري جعلها تصنع بصمة تاريخية فوق السحاب وطلقة رصاصة اختالتها قبل استقلال بلادها بيوم واحد فقط. قصتنا اليوم عن أول قائدة طائرة في العالم العربي، المغربية ثريا الشاوي، ولدت عام 1936 لعائلة فنية في بلد يقبع تحت الاحتلال الفرنسي حينها. وخلال طفولتها بعمر 3 سنوات كانت تعاني ثريا من مرض صدري جعلها تتنفس بصعوبة، ليوصي الأطباء بقيامها برحلة جوية كون الارتفاع سيساعدها بتحسين وضعها الصحي. وبعد معاناة مريرة للحصول على موافقة التحليق، وقعت ثريا حينها بغرام الطيران، ورغم صغر سنها فقد وصفت بالعبقرية لحبها ألعاب الميكانيكية وإقبالها للقراءة والكتابة. في سن 15 عاماً قرر والدها إدخالها مدرسة للطيران رغم صعوبة تقبل الفكرة من قبل الفرنسيين، لتجتاز امتحان قيادة الطائرة بتفوق مذهل رغم صعوبة الأجواء، قاطعة مسافة تقدر بأربعين كيلومتراً، وتصبح حينها أول كابتن امرأة عربية تحصل على شهادة تخولها قيادة الطائرة. هذه الشهادة الكبيرة يا سادة جعل صورها تتصدر الصحف وتقابل ملك المغرب محمد الخامس. خلال فترة حياتها الأخيرة أسست ثريا مدرسة طيران في المغرب وكتاب تعليم الطيران باللغة العربية، لكن وبسبب مواقفها الوطنية تعرضت لأربع محاولات اغتيال، نجت من 3 منهم بصعوبة، وأردتها الأخيرة قبل يوم واحد من الاستقلال عام 1956.